قالت يا سي المخطف، يلا تخطف لي اليوم مع الثلاثة. خرج من الدار ما بقاش رجع. عنده 10 سنين طالع، مازال ما كملش 10 سنين، طالع في 10 سنين. خرج مع الثلاثة ما بقاش رجع. مشيت لي للجردة فيك يلعب مع صحابه ما لقيتوش. رجعت تاني للدار، قلت انا اللي يكون جا للدار ما لقيتوش. رجعت ما قلبت عليه نص نهار كامل، ملي سدو الحوانت صافي عرفت ولدي ما غاديش يجي. ما والو، ولدي خرج لبس برديتو عادي هضر معايا، قال لي ماما انا ما نتعطش. خرج تغدى معايا عادي كيضحك معايا، هضر مع صاحبتي صونات عليا قلت لي واش توحشتي خديجة، قال لي اه. هضر معاها في التليفون قالت لي انا توحشتك، قالت انا توحشتك، وبقى كيضحك صافي. هو كياكل وكيهضر عادي شويه، بقى كيتفرج في اليوتيوب في الفيسبوك صافي شويه. هو قال لي ماما انا غادي نخرج نلعب الكره، قلت لي انا غادي نخرج، قلت لي نمشي نتسخر، قلت لي منين نجي غادي نجي عندك للجرده. مشيت للجرده ما لقيتوش، اه كيلعب هنا في الشارع. ما كي ماشي شي واحد اللي نقولوا ما كي يعني يتلف على الطريق ولا شي واحد اللي ما عارفش. كيقرب زياد بنو عطيه، كيمشي لراسو كيجي لراسو، ماشي شي واحد اللي خصني نخرجو ولا ندخلو. الدري كبير كيعرف صحابو اللي كيلعبو معاه، كيقراو معاه ني تمايا كيكونوا معاه، كيقول يا ماما نمشي نلعب مع صحابي اللي كيقراو معايا في المدرسه. وقلت لي ياسين اللي ماما قراش، اللي ماما كان عيان، قال لي ماما فيا النعاس ما قالتش نمشي صافي. قال لي اليوم ملي خرج قلت لي ياسين قبل ما يخرج قلت لي شوف سير عند الدري توش لا ما ضربتو ما عنفتيه ما والو. لا ملي كان باقي صغير، من كانت عنده 6 شهور، من 6 شهور حتى دار 5 سنين. 6 شهور كان باغي يخطفوا ليا، ومنين دار 6 سنين كان بغاو يخطفوا. ما باينيش، ما كاينين في الجسم ديالو، ما شي حاجه عنده لداخل، ما المهم ما عرفتش كلشي كيقولها ليا. شنو كيقولوا لك الناس؟ تيقول لي ولدك زهري، ولدك عنده شي حاجه، ما انا ما عرفتش، ما بايناش لي لا في عينيه لا في حتى شي هذا. المهم شي حاجه لا في يديه لا حتى شي حاجه، المهم عنده شي حاجه لداخل. كنطلب من الله وكنطلب من الله ومن سيد الحموشي، شوف لي من هاد الحاله هادي، شوف لي من حالتي، شوف بغيت ولدي. كنطلب من الله ولي يشوف، اللي كيشوف فيا واللي كيشوف فيا يرجع ليا ولدي، اللي شاد ليا ولدي. سولت درت ديك راسي وكلش، البوليس اللي عمار هضر وصلوا معايا لشي داكشي اللي داروا معايا الله يجازيهم بخير، خداو ليا بخاطري وكلشي وجبدوا ليا التصاور وكلشي. قال لي باش ما كان غادي نشوف معايا اللي حابس ليا ولدي، ولدي ما يبقاش يشوف ليا، وانا كنهضر ولا يشوف ليا كنتعذب. اللي شاد ليا ولدي، طلق ليا ولدي، جيب ليا ولدي. اللي حابس ليا ولدي فشي بلاصه، يطلق ليا ولدي يشوف من حالتي. انا ما نقدرش نعيش بلا ولدي، انا ما لبش ولدي حتى نمشي، ما نقدرش نبقى عايشه في الدنيا هذه من غير ولدي. ما نقدرش نعيش بلا ولدي، لا نص نهار كامل كنقلب عليه، طاح لي الطوسي وطاح لي السكر وما عرفتش. صاحبتي اللي معايا زازيا بخير، هي اللي مشات معايا للكوميسارية وقفت معايا، ما كنتش نزيد في الطريق. اللي شاف ولدي عيط ليا، يجيب ليا ولدي. ولدي مشدود، حتى ولدي كبير كيعرف، ما يمكنش ولدي يكون تال في شي بلاصه وما عارفش كيفاش يرجع. ابسط حاجه يقول لي انا كنسكن في البرنوسي كنقرا زاد معاطية، ما يمكنش ولدي يتلفت على المدرسه ديالو. ولدي راه عنده 10 سنين، ولدي راه ماشي شي واحد اللي باقي صغير نقولو يتلف وما يعرفش كيفاش يهضر مع الناس. ولدي كبير كيعرف كل، مازال ما عايش لدار، حيت انا ما كنتعاملش معاه خايب، ماليا فيه بزاف، ما نقدرش نقول شي كلمه اللي تضر بزاف، ماليا فيه بزاف ومفاهمة معاه، ماشي شي واحد اللي معقدة معاه ولا مفاهمة معاه بزاف. هو أصلا ولدي حدودي بزاف، ماشي شي واحد اللي يتصرع عليه كل شي حاجة، وبحال كتهضر مع شي واحد كبير في الله كيعرف، يعني ماشي شي واحد اللي أرجع حبيبي. أنا شوف ما تخافش مني، أنا ماماك، وخا أنا عارفة ولدي ما كيشوفش فيا، ولدي ما ماشي ولدي هارب مني، ولدي ماشي هارب مني ولا شي حاجه. انا بغيت ولدي غير يرجع ليا، لو كنتي كتشوفنا ولدي يرجع ليا، رجع ليا حبيبي رجع ليا، انا ما نقدرش نعيش بلا بيك. ياك انت كتقول لي انت ماما عزيزه عليا وكنبغيك وكتبغي تبوس فيا وكتعنق فيا، البارح بالليل بغى ينعس بقى كيعنق فيا كيقول لي ماما انت راكي زوينه وعزيزه عليا، وما نقدرش
ولدي يقول لي بحال هكا يا وانا يا ولدي يخاف مني ولدي ما كاينش ولا يهرب مني حتى ما كتعاملش مع اخي.